من الهيومن. ايه رايك لما جينا نعمل عينه تحليل ونحلل الماده العضويه ونعمل شويه تحاليل ما لقيناش حاجه؟ نعم كمل روح. لا ما طلع روحنا مضروب كانت ميه بقى مضروب. فيعني احنا بس الكل يتحرى الضيف هو بيشتري حاجته منين عشان الدنيا صعبه شويه. طيب المانجا افضل حاجه المانجا كيلو يعني افضل اصل ليها يعني في الاحناش المهمه افضل اصل ان احنا ممكن لو انا هشتري يكون افضل اصل ايه المانجا؟ افضل اصل السكري طبعا. في ناس بتشتغل بعده اصول، في ناس بتشتغل بالزبده، في بالسكري، في بالبلدي، في 13 على 1 9 على 4 والترابنتين اللي هو 9 على 4 تمام. يعني من تجربتي الشخصيه السكري متفوق، السكري يتفوق من الاراضي الرمليه، يعني ما تروحش تزرع سكري في ارض زراعيه، لكن بالنسبه للمناطق الصحراويه السكري رقم واحد، رقم واحد كمجموع خضري وكمحصول وجودة ثمار، لأن الأصل له علاقة بالجودة فوق وبالمحصول. بجانب طبعا موضوع الملوحة. حاجة بعيدة عن يعني معلش عن بس أنا كنت سألتها أو بس نصيحة لأي حد بيزرع 13 على واحد يبطل. وكان بينصح مين جاي الدكتور محمد؟ احنا كنا جايبينه وشغالين بيه بس لغيناه. الأصل ده بيدي تأثير مقصر للمجموع الخضر. بمعنى ان انت لما بيبقى عندك حشتين زارعهم مع بعض زبده مثلا اصول زبده اصول سكري واصل سرتين دشوان بتلاقي الشاسيه بتاع الشجره محدود. لما باجي ابص للانتاج الاقي الارقام اللي طالعه من هنا اكتر بكتير من الحشه دي. دي مشكله. يبقى اصلا مقصر. هو مقصر بس يعني احنا يعني مشينا وراه من 2002 2003 وجبنا اصول عن طريق جمعيه هي ووزعناها على الاعضاء وزرعناها. لما حصل ان في بعض الشتلات غابت احنا ما عرفناش نجيب منه تاني. يمكن لو حد قديم معانا في الجامعه تذكر الحاجه دي كانت عند الاستاذ شريف حجازي وتوزعت بعد كده. فلما جينا نرقع بعد سنه في ناس ما فضلت مستنيه على امل ان في شتله هتيجي ما جاتش، دخلنا في سنه ونص او اكتر. ففي ناس حطت بلدي وصول بلدي وفي حط زبده وفي حط سكري لما جينا نقيم لقينا السكري تفوق لدرجه ان هو حصل اللي مزروع قبل منه في سنه ونص وكان اقوى وبالتالي المحصول مختلف. تاني حاجة الصنف ده يشد التريبشن على بعد 10 كيلو. يعني انت لو عندك شجرة سيرتين ده شوان في قلب المزرعة لما تحب تدور على التريبس روح عليها الأول. لكن هو كأصل تطعيم عليه نسبة نجاح عالية جدا وزي الفل، لكن أصل مقصر بيفرم النموات الخضرية اللي بتبقى على الشجرة وحساس للتريبس. 9 على 4 9 على 4 أنا مش عارف أنا ما بحبوش. شتته حتى في المشتل بتبقى يعني حاجة كده موجود معايا في المزرعه حاجه يعني جايب معايا نتائج كويسه. يعني المزرعه مزروعة فيها سكري و9 على 4 بصراحه انا شايفهم الاثنين نفس المستوى تقريبا نفس المستوى. بس هو فيها حاجه بتميز الاصل ده اصلا ان هو بيدي تجانس على مستوى الشجره اصلا 9 على 4 لما يكون مطعم عليه يبقى في تجانس على مستوى المزرعه. احنا عايزين تجانس على عيني وراسي بس انا في الاول اخده على محصول. ايوه انا انضرب السؤال بقى يعني بالنسبه للماء الممرض كويس حلو السؤال ده. شوف حضرتك في كل دول العالم يعمل في مصر في مشاكل. ايه السبب؟ يعني الجهاز ده احنا كنا بنسال قبل ما سالتك على الجهاز الالماني اللي هو كان في جهاز نزل تكسير الاملاح فالباشمهندس قال هم مركبينه عندهم في المزرعه اشتغل 6 شهور بس وبعد كده وقف. يعني اول 6 شهور كان كفاءته ممتازه وبعد كده ريح بقى. بصوا يا جماعه عشان انا ايه بحثت في هذا الموضوع عميقا شويه الالماني والامريكي والمصري وكله كله كله كله. في حاجه اسمها الايحاء. يعني مثلا ممكن يبقى في حد حاطط ورده بلاستيك كده على المكتب ويقول سبحان الله الورده دي النهارده مفتحه اكتر من امبارح. هو المود بتاعه هو شايفها انها مفتحه اكتر او اللي لونها النهارده احلى بس هي اصلا بلاستيك. زي برضه اللي يقول له خد رش ده كده هتلاقي المحصول بتاعك مش عارف ايه فيبقى عنده محصول يتهيأ ان هو ده. لا دايما تقييم هذه الاشياء انا بطبقه عندي بطريقه واحده ملهاش تاني. في حاجه اسمها كنترول. انا بطبق التجربه على جزء وجزء تاني لا يطبق عليه جنبه تحت نفس الظروف واقارن. في نتيجه ابدا ابحث بقى في الجزئيه التانيه كلفني كام عشان اوصل للنتيجه دي.
لو كلفني كتير جدا والنتيجه اللي انا خدتها يعني ما تستاهلش باب نقص، لو النتيجه اللي حققها لي كويسه قوي ومصاريف قليله ماشي على بركه الله. طب انت لقيت ايه حكايه ان هو اشتغل 6 شهور ديت يعني اشك هو بالتالي انه ما اشتغلش. احنا زرعنا عليه حضين جرجير اصل انا كان عندي خدعنا هو قال لك مفيش تحليل طبعا بتقدر تسمع. بص بقى عايز تحلل خد عينه برضه زي ما قلنا من حته محدده على عمق في ظروف برضه معينه، اذا كنت راوي قبلها بيوم يبقى قبلها بيوم، اذا كنت مصوم 3 ايام خد عينات وحلل قبل الجهاز ميركل. تاني حاجه ما تسمعش للي بعلك ويقول لك اسبوع هتشوف نتيجه، هو مش سحر، مش هتدوس على الزرار الشجر هيبدا هو مش سلك كهربائي. نتائج هذا الجهاز اي جهاز لن تظهر قبل 6 شهور على الاقل، وما تبصش على ورق. قد يكون عندك مشكله واتحلت لوحديها فانت تقول ده الجهاز، لا خد ارجع خد عينات تاني من نفس المكان وتحللها في نفس المعمل، لان المعامل بتاعتنا كل معمل عنده اجهزه مختلفه بيطلع على الارقام مختلفه، نفس الجهاز نفس المعمل وقارن بين شوف الاملاح قلت ولا وقلت الى اي درجه، هنا تقدر تقيم الجهاز. انما بالشجر اخضر طب اخضر عشان كنا في الشتاء دخلنا ربيع. يعني شفت جهاز ايه؟ هل ما من الاخر جهاز ده كويس؟ والله يا فندم جربت 4 انواع. تمام. هو برضو الحاجات دي علميا صح وشغاله، بس للاسف ما اعرفش في مصر هنا كل حاجه فيها مشاكل ليه كده. يعني انا سمعت شغال في السعوديه، شغال في الاردن، هل هنا مثلا اولا بس احنا لازم ناخد بالنا من نقطه، انا مش متخصص في هذه مش بتاع كيمياء، لكن هو الاملاح انواع. يعني ممكن الارض تبقى مالحه والزرع شغال زي الفل، يعني ممكن تلاقي الملح كده مظهر على وش الارض وعندك شجر بينمو بصوره جيده وما عندكش مشكله ولا بتحط جهاز ولا بتحط حاجه. هو ايه نوع الملح؟ اللي انا اعرفه ان الصوديوم هو العنصر اللي هو ممكن يبقى حارق او قاتل للجذور. لكن لو انت عندك بوتاسيوم ولا مغنيسيوم ولا كالسيوم ولا كلام من دوت والارقام عاليه الشجر شغال، هو بس نحل نعرف ايه المشكله فين الاول. تمام؟ يعني ما نشتريش كده. لا انا ما يمكن الجهاز ده تشيله غير اللي انا جربته. ما هم كلهم في بيشتغل بالمغناطيس وفي بيشتغل بالكهرباء وفي بيشتغل يعني في طرق كتيره. هو المغناطيس اللي هو الالماني حضرتك مكتوب عليه الماني؟ لا ما انا عارف مكتوب عليه. لا حضرتك متاكد انه الماني؟ هو متشابك في الجهاز فهو عايز انت تقول له ما تشتروهوش عشان والله. عايزين نتناقش يا جماعه في بعض المشاكل اللي قابلتكم السنه اللي فاتت ومتخوفين منها ان هي تبقى موجوده السنه دي. نعم. تريب لا ما تشتروش لان هو فعلا بيعالج الملوحه بس هو غير مباشر ولا اي حته موصوف فيها. الالكتروستاتيك تؤيدها ولا لا تؤيدها؟ بمعنى ما كانت الالكتروستاتيك. لا ما عنديش فكره، ممكن تشرح لي وظيفتها ايه؟ بتاعت العنب يعني. بس مش شرط في العنب يعني، مش شرط في الجبريليك للعنب عشان التحجين يعني. لو هي موجوده اوريدي انت هتستخدم انك ترش بيها المبيدات، هي كل الموضوع انها بتحمل الميه شحنه سالبه. بس الرقم بتاع المعده دي لا الرقم ماشي. طب انا سمعت ارقام هو عدى اذا توفرت. يعني هنا ان احنا بنرش المبيدات المدرسه بتقول ايه؟ اصل الثمر بيحمل شحنه موجبه والورق بيحمل الشحنه السالبه، فانا عايز الهدف ان انا اوصل دوت مثلا للثمره او اوصله للتكتل الزهري او اوصله مش للورقه مباشره، فانا لما احملها شحنه سالبه هيتجه اكتر الى العنقود. هو في جزء اوريدي هيروح ناحيه الورقه، هنا بقى الدراسه ما قالتش ان هو هيتنافر مع الورقه او الورقه هتمسكه او الورقه عليها شحنه سالبه او الشحنه الموجبه او الورقه متعادله. الكلام ده كله ناس قالت لا ده الورقه عليها شحنه سالبه، وناس قالت لك لا ده هو المحيط بتاع الورقه بيبقى اللي ايه عليه شحنات سالبه يقال او عامله نوع من المجال هنا. انا بصراحه ما اقدرش افيدك في هذا الموضوع، انا سمعت عنه بس مش في المانجا، لكن ما شفتش حد يستخدمه في المانجا او ما عنديش نتائج اقدر اقول عليها. انا سمعت عنه لسه جديد، استخدموش خالص في بالذات المزارع العنب الكبيره. يعني سمعت عنه في مزارع عنب كبيره، الشركه استخدمته في الشركه اللي هي بيعاه استخدمته في المانجا. هو ايه اللي بيحمل شحنه بيخلي ايه اللي بيحمل شحنه سالبه؟ المحلول بتاع المبيد اللي هترش اللي طالعه بشحنه سالبه، الميه اللي انت هترش بيها بقت واخده شحنه. ماشي، بس ثمن الجهاز اغلى من ثمن الارض. ثمن الجهاز اغلى من ثمن الارض اللي انا بزرع عليها. تمام. طيب تمام. بقول لك في حين ان هو توفر خلاص وموجود في الزراعه. لا ما اقدرش اقيم لك الا ما اشوف تجارب قدام منها. تمام.
مين اللي هيشتري جهاز بعد الرئيس؟ بس هو باشمهندس معلش، هو هي عمليه مش احقيقيه، انا جربتها ومش مش هنطول فيها الكلام. حضرتك لو جبت نبته صبار جرب مكانه ومكان هو قمه الارض، وجبت نفس الارض ده قمه الارض دي بتنمو بمعدلات بطيئه جدا جدا جدا، وعملت ميكس انت من تربه معينه وبتروي بنفس النظام، وحطيت واحده جنب الكيسه بتاعت الكمبيوتر وواحده تانية في مجال جديد، بتلاقي اللي عند الكيسه دي بتنمو بمعدلات اسرع. تمام، بس يبقى الجهاز الحاكي ركبته ده سليم تمام زي الفل؟ لا ده مش الجهاز، انا ما جبتوش، انا بكلمك ان الكيسه بتعمل مجال مغناطيسي فهي نشطت عمليه القاضي بس. طيب يعني المهم مش عمليه احاقه يعني بقى اللي يعمل ده على الطبيعه. خلاص ناخد الكمبيوتر بقى اللي فيه جنب الشغل، احط الجهاز والمشكله ما بتتحلش. طب سهل نجيب جهاز بقى الكل شغل ونلف بيه خلاص. باشمهندس حسن بقى اتفضل. خلاص مش هقطع. احنا مش عارفين ننزل الارض ولا نخش في موضوع ثاني؟ يعني اللي انتوا عايزين يبعتوا ممكن ننزل الارض ولا في اي اسئله تانية؟ مشاكل العويس ملك العويس هو يكلمك على العويس. لا انا جاي نسمع علم مش جاي ناكل دلوقتي. العويس بصراحه هو ملك المانجا المصري، لكن في منه سؤالات كتيره طبعا استاذنا في هذا الموضوع، فانا عشان اخرج من الموضوع دوت حدفت على صنف تاني ما عندوش مشاكل العويس وطعم العويس بالظبط، اللي هو النمدوك مين ده كل اللي اقدر اقوله، اللي هو التايلاندي. هو في حاجه على العويس؟ العويس يا جماعه خصوبته ضعيفه جدا، يعني خصوبته العويس والتيمور ضعيفه جدا بالنسبه للاصناف المحليه، وبالتالي تلاقي الشجره معاك ظهرت والتزهير ما شاء الله زي الفل، وفي وقت العقد بينفض كل التزهير اللي عليه، فده بيرجع ان هو الصنف نفسه وراثيا الاصناف المحليه عامه خصوبتها ضعيفه، واكثرهم ضعفا العويس والتيمور. زي الاصناف الاجنبيه كلها خصوبتها عاليه، لكن اقلهم خصوبه هنلاقيها مثلا في الهايدي، هنلاقي خصوبتها لحد ما مقارنه بقيه الاصناف ضعيفه جدا على المدى البعيد، ودي مشكله كبيره في العويس. مشكله الهايدا ما ظهرتش عندنا، 8 بيختلف خصوبه في الهايدا ما ظهرتش عندنا في مصر. نعم يعني زي السكري ما في منها اكثر، مو اقل خصوبه في الاصناف المحليه العويس والتيمور. السكري بقى اعلى نوع نمدك، اعلى نوع ايه؟ نمدك مي صنف تايلاندي. اي صنف بلدي عامه الاصول كلها بتلاقيها يعني سرتين دشوان 9 ل 4 سكري زيه زي العويس، بتلاقيها بتنتج كتير جدا ان شاء الله. والبزبالة الصنف البلدي زي العويس اصلا بيطلع فاصه زي العويس، بس حبه للاسف صغير وبيطلع بدري شكل الحبه، بس بيشيل عنيد. بالنسبه لو انا مثلا هزرع والحبايه كبيره اسمه ايه بقى؟ نمدك مي. نمدك مي نام دوك مي. عامل جرعه قد ايه مثلا؟ متر برضه عشان تزرع في جهاز الزراعه. نام طرق تجهيز الزراعه مختلفه. على تعمل مصطبه تزرع على وش الارض، طبيعه الارض عندك لما بقول لحضرتك يعني هي طبيعه الارض فيها ملح، فيها ملح، يبقى افضل تزرع على مصطبه، يعني تعمل مصطبه عاليه ارتفاعها متر وتبدا تزرع على المصطبه دي وتحط خشمتك فيها في وقت الزراعه، لان المصطبه هتتغسل بالميه فهتديك حوالي 80 سنتي من الارتفاع ومن الرمل من التربه ما فيهمش املاح، بالاخص في الارض اللي فيها نسبه ملح عاليه، فانا انصحك انك تزرع على مصطبه ما تزرعش على وش الارض، فدام في شك في ان في املاح. احنا برضه يا جماعه لو في مشاكل، هل في مشاكل قبلكم السنه اللي فاتت انتم متخوفين منها الفتره الجايه دي، فممكن نتناقش معاها يعني نتناقش فيها يعني في الموضوع ده. انا في مشكله قبلت السنه اللي فاتت، انا في عندي حوشه غطيتها بالشروط، كانت حوشه لسه جديده وجات لي فيها اصابه بعفان جلوي، وتعبني جدا وضغط عفان جلوي. انا عايز اعرف ايه مميزات وعيوب القش الرز؟ لا احنا نعرف الاول ليه المشكله دي حصلت عندك الاول. انا ممكن انا اجاوب لك على السؤال. مشكله هو غطى وانت رايح عايزين حد غير مصر. هو كان عنده حشتين، غطى حوشه بقش رز والحوشه الثانيه ما كانش مغطيها بقش رز. قلت له ولا ايه؟ لا مش انا قلت لك عليه. بدأوا يحطوا نظام البرنامج الري اللي كانوا هم حاطينه، بدأوا يقروا بناء على الحوشه اللي هي مش متغطيه بقش رز، فبالتالي ان هم زودوا هنا قوي. في رطوبه زادت في الحوشه اللي فيها قش رز، المفروض انا حاطط قش رز ابدا يبقى عندي معلومه ان نسبه الرطوبه تحت قش الرز تبقى عاليه، فساعتها الري لازم يكون تحت عيني يوميا بالجسم. طب سؤالي بقى، هو قش الرز ازاي وجع دماغ الواحد يدخل فيها عشان يعني تظبط برنامج ري مختلف فيه والقصه دي كلها، ولا هو منع الحشيش؟ انت عشان تمنع الحشيش. هو ليه فوائد كتير يعني، حشيش وقلة الري املاح
اتفضل. او مش املاح او مش املاح. يعني هو بيطرد الملح. تلاقي الملح بدا يطلع بره حيز القش. ده بيشتغل عليه كويس جدا. بيشتغل على كمان على الحشائش كويس جدا. بيوفر لك برضه بيخلي لك نسبه رطوبه في الحشائش. يعني احنا كنا شغالين عليه فتره. يعني. الحشائش بدا نحس ان هو مزعج. بيكتب فلا غنى. هو عامل ازعاج ان هو انت مش كده بس انت عايز تخدم. هتضطر انك تشيل. غالبا العمال لما بيشيلوه ويحصل حفر عشان يحط خدمه ويجي يرجعه بيقصد بيردم على القش وتبقى العمليه هي صغيره. فبتلاقي نفسك كل ما تيجي تعمل خدمه محتاج تجيب قش تجدد. تمام؟ تاني حاجه الجزء المعرض للشمس بيبقى لونه مختلف عن اللي تحت. كل ما تلعب في القش الشمس بتاكل الطبقه اللي فوق فيهلك منك بسرعه. ولازم يكون بسمك عالي. ان لو في ضوء عدى منه ونزل الارض يطلع حشفة القش. فلازم يكون كاتم للضوء تماما. وطبعا المشكله اللي حصلت عندك موضوع ان انت الري بتاعه لازم يكون مختلف عن بيت الحوش اللي عندك لانه هيظهر لك عفاف. تعالى كمان نتكلم في يعني شكل الشجره اللي هدخل بيها انتاج. ايه هي مواصفات الشجره اللي نقول هدخل بيها انتاج؟ المفروض الطراحه او الشجره ادخل بيها انتاج لو نتكلم في الاصناف الاجنبيه وهدخل انتاج بالشجره دي لاول مره المفترض انها ما تقلش عن حوالي 80 طرف. 80 طرف في الشجره. المفترض كمان ان الطراح بتاعي يكون مش اقل من 3 ابراج او برجين. كل ما كان عدد الابراج في الطراح اكتر كل ما كانت التزهير خصوبته اعلى والتخزين احسن وجوده الثمره احلى. فشكل الشجره يا جماعه اللي بدخل به انتاج بيكون فيه لا يقل عن 80 طرف. يكون حتى الطراح حوالي 3 ابراج. دي شجره مثاليه. ولو الشجره قديمه وشغاله معايا برضو لازم اجهزها من شهر 8 يعني من نص 8 15 8 ما احطش فيها مقص نهائيا او اخر 8 يعني نص 8 او اخر 7 ايوه ما نحطش فيها اي مقص عشان اخد طراح او برج 3 ابراج. طراح 3 ابراج خش بيها انتاج لو كان عندي تقطيع وعدت تقطيع ثواني اللي مش هخش بيها انتاج ايه؟ اللي ما في شجر عندي مش هخش بيها انتاج. تمام. وعندي سرطانات تحت تقطيع يعني هم طلعموا وسابوا كل اللي طالع من تحت التقطيع ده عمل كتير. تمام. اشيله ولا سيبه؟ لا ده يتشال اساسا من اول ما يظهر يعني دوره كل اسبوع تشيل اي سرطان. الوضع كان كده. انا عندي دلوقتي حاجات كتير جدا سرطانات كتير جدا طالعه تحت التطعيم ووغلت على الشجره. تمام. فانا اضطريت اشيلها وكان عندي شجر زحمه جدا فاضطريت اخد منه حاجات قليله طبعا عشان ادخل على نص مساحه. ده بالنسبه للحاجات اللي كانت زحمه دي كانت محلي وما اتقلمتش والحاجات اللي هي اتشال من تحتها التطعيم دي كانت فيه. تمام. فدلوقتي في تخوف شويه في ان انا مش هقدر اسوي كويس الحاجات اللي طلعت عندي جديده. دي طلعه جديده اليومين دول. دي طلعه جديده اليومين دول. اعمل ايه دلوقتي؟ انا بدي دلوقتي نترات وبدي دلوقتي بوتاسيوم وبدي 1.5 نترات امنعها نهائيا. مفيش نترات معايا في المزارع. انا عندي دلوقتي نترات جديده لسه طالعه. هي خرجت خلاص. هي هو النيتروجين قام بدوره وخرجها. هي خرجت لان في انت ما زلت بتحط نيتروجين فهي بناء على ذلك خرجت. هو اللي احنا بقى هنقابله اللي احنا عايزينه بعد كده انا عايز اسويها واخلص منها قبل البرد. الحين البرد خلاص اي تخليك في الفتره الحاليه هتلاقيه بيض ويتلسع من البرد. فانت دورك دلوقتي انك انت تركز شويه في البوتاسيوم تركز شويه في الفوسفور بحيث انك انت عشان تخلص منه. وهي سبحان الله الشجره دي يا جماعه فيها معمل يعني سبحان الله. يعني هي مع دخول البرد هي الشجره بتبدا تتجه كل مجهودها ان هي تسوي اللي عليها علشان ما تسقطش او تموت. يعني رايح حضرتك يا باشمهندس ان انا يبقى عندي دلوقتي نمو جديد وما تديش نيتروجين. انا عندي دلوقتي فعلا نمو جديد. امنع النيتروجين عنه وهو خرج. تمام. حتى بنقول بلاش نيتروجين الفتره اللي فاتت دي كلها لان انا مش عايز انشط القمه الناميه للنبات ان هي تخرج نمو خضري. عشان كده انا بقول نمنع النيتروجين من فتره يعني او نقلله جدا. تمام. فاحنا بنتكلم ان الشجره تخش انتاج بهذا الشكل يعني. اما الشجره اللي اصلا مش داخله انتاج يعني انا عندي شجره مش داخله انتاج اساسا خالص. طبعا الشجره دياتي انا برضو يفضل تكون بايته على برجين او لو هي باتت معايا على برج لان نتيجه ان انا باخد منها 3 دورات نمو مثلا في السنه. فانا ببدا في شهر 11 الشهر احنا فيه ده يا جماعه بتبدا تاخد رشه جبريليك في نص 11 مثلا وتوصيله الجبريليك من 50 ل 100 دي بي ام يعني 5 اقراص على 100 او 10 اقراص على 100. تمام. انا جربتها 50 دي بي ام ادت نتائج لحد ما. هو الجبريليك بيشتغل ازاي عليها؟ الجبريليك بيشجع النمو الخضري يعني بيخلي الشجره في موسم التزهير تتجه للنمو الخضري مش الزهري. نتيجه ان انا رشيتها 3 مرات نص 11 نص 12 نص 1 بالتركيزات اللي قلت عليها ديت اللي هي من 50 ل 100 دي بي ام. ده بحاله الشجر اللي مش هشيله محصول. ده بحاله الشجر اللي مش هشيل محصول. انا بتكلم في الشجر اللي هو السنه الجايه انا هبدا اربيه تاني مش هشيله اي محصول. ودي ووقف برضه نيتروجين.
ولا ادينا الفتره اللي احنا فيها دي كلها انا مش عايز اوجه الشجر لمول خضر سواء كانت مثمر او غير مثمر او داخله انتاج او مش داخله انتاج. وبناء على هذا الكلام انا بقلل النيتروجين اساسا وبقلل تسميده كله. ممكن احط تسميده بسيطه جدا لو الشجر مجهد وتمام معايا ما وقفش تسميده واحط له 2 كيلو 9 شراط كل اسبوع مره كده وجبه بسيطه. يعني اتجه للمركب ما اضيفش نيتروجين ده اوبشن انك انت ممكن تشتغل بيه انك تتجه للمركب بس بكميات بسيطه جدا يعني 2 كيلو مثلا تمام حدان مش كميات عاليه واستمر معاها تسميد على فكره طول الشتاء ما فيش عندي اي مشكله خالص. ممكن اوقف تسميد لو شجره قويه قوي عندي وشايفها قويه قوي وعايز اوقف شهر ولا حاجه ممكن ده شغال معايا. الشجره لو شجره ضعيفه وما كانتش جابت نموات بعد المحصول تقريبا خالص تيجي ان الشجره كانت بتاكل السلطات كلها فانا قلت اشغل بس حتى دور او اتنين قبل ما اخش على الشتاء واحاول اسويه قبل ما اخش الشتاء عشان كده اديت شويه نيتروجين احاول اخرج نمو بتاعي واحاول اسويه دلوقتي بدي بوتاسيوم وكده النمو بتاعي بدا يتحرك الشجره بدات تتحرك شويه هتبدا تلم نفسها تغطي نفسها شويه قبل ما اخش بيها الشتاء عريانه كده خالص. فانت بتقول دلوقتي ان انا تقدر بس انت وقعت في المشكله فعلا ان هي خرجت تمام هي كده كده كانت واقفه اصلا فمجرد ما انت شلت السرطانات بتاعتها دلوقتي طبعا اتجهت للنمو خلاص اتجهت للنمو اوكي تمام بس انت دلوقتي انا بدات فعلا النمو بتاعي بدا يستوي دلوقتي شويه. انت شلت النمو امتى؟ تمام شلت النمو ده الشهر ده؟ انت جيت لقيت الشجره كده تمام الشجره فعلا حالتها كده هي السرطانات كلها واكلها فاول ما شلت اصلا هي اشتغلت مع كانت هي واخده نيتروجين وانا ابتديت ادي نيتروجين عشان اخد منها على الاقل دور والحق اسويه قبل ما اخش بيها الشتاء عريانه خالص كده لان الشجره صغيره. النمو توصلت معاك لفين؟ النمو دلوقتي بدا يستوي اوقف نيتروجين كده احنا اتكلمنا في شكل الشجره او مواصفات الشجره اللي هدخل بيها وباكد تاني مره على موضوع الجبريليك دون انا هو جاب معايا نتائج بصراحه يعني لقيت ان بصراحه لو سمحت في النابو في المحل كام بالظبط لا خش الموسم ده اللي تخش الموسم في المحل يعني ما يقلش عن 6 شهور وفي الاصناف الاجنبيه ما يقلش عن 3 شهور عشان الطراح يجيب زهره كويسه وخصوبتها جيده وتخش معايا انتاج ده عمر الطراح. عشان كده بنقول لو في طراح جديد دلوقتي جه في الاصناف المحليه اللي هي المزرعه اللي فيها نسبه نيتروجين عاليه ده يا جماعه خطر جدا لان ممكن يشجع لك القمه الناميه انها تخرج نمو جديد وده ما يكونش استوى يعني مش هيكون مستوي فمش هينتج. دلوقتي مش هوجه للنمو بتاع حضرتك المضيف دلوقتي جبريلك في نص 11 ونص 12 ونص 1 في توصيه من 50 ل 100 بي بي ام جبريلك يعني 5 اقراص على 100 او 8 اقراص انا جربتها 80 بي بي ام جابت معايا نتائج عاليه مثلا نسبه 90% من الارض اشتغلت معايا في موسم التزهير خضري يعني ما جابتش زهره ده في الشجر اللي بربيه مش هيوجع دلوقتي النمو لا مش هيوجع دلوقتي الشجر دلوقتي في حاله سكون مفترض انها في حاله حضرتك الاساسي للنموات والتزهير هي درجات الحراره اولا طول ما درجات الحراره معاك في يعني في وقت التزهير طول ما درجه الحراره معاك في النهار في العشرينات وبالليل من 15 ل 16 فالشجره تتوجه للتخريج زهري مش خضري وبعد العقد بالاخص يعني في اول اربعه في اول اسبوع في اربعه وثاني اسبوع في اربعه من لحظه درجات الحراره ارتفعت وبالتالي الشجره لو شلت منها اي نمو هيخرج خضري مش زهري. لكن قبل كده اللي هو فتره شهر 2 اول 2 بقى لحد اول اربعه بتلاقي لا في زهره في تزهير لو قطعت تشتغل تزهير فده دي علاقه من يعني التزهير والخضري ليه علاقه بدرجات الحراره مهمه جدا واساسيه جدا. طيب بتنصح بصفه عامه نشيل بصفه عامه بغض النظر عن النقطه طبعا اللي بنتكلم فيها باشمهندس شريف بس دي ممكن ناس كتير ما تقدرش تحددها اللي هي ان انت تشيل امتى تشيل شمراخ وامتى ما تشيلوش والكلام ده في الكيد مثلا او الاصناف اللي هي التصدير مش في الاصناف المحليه. في حاجه عامه يعتبر ان انت بتشيل الشماريخ اللي هي قبل نص 3. طب بصوا يا جماعه هنتكلم في الموضوع دون بتفصيل شويه لانه مهم جدا يعني. احنا الفتره اللي فاتت دي كلها الصقيع والحراره واختلاف درجات الحراره في وقت التزهير قلب لنا الدنيا لقينا عندنا ان في سنه ما فيهاش محصول نتيجه برد نتيجه حر فاحنا قبل كده كنا بنشيل الزهر كله في ميعاد واحد بنشيل اي زهره تظهر معاك لحد نص 2 وبعد كده بتسيب. فاحنا بدانا نعمل من السنوات اللي فاتت دي كده بعض التجارب ان احنا نخلي على الشجره 3 اجيال من التزهير واحنا ان شاء الله هنعمل يوم حقل مخصوص للموضوع دون ونتكلم فيه باستفاضه عاليه جدا ونوريكم كمان شغل من دون ازاي نعمل 3 اجيال على الشجر من التزهير. انا اولا بعمل الثلاث اجيال دول ليه لان انا عايز لو الصقيع ضرب جيل منهم يبقى في عندي جيلين موجودين او لو الحراره في شهر 4 زي ما حصل قبل كده في يوم 12 4 و13 السنه اللي فاتت الحراره ضربت لي زهره فيبقى عندي بدلها كذا جيل بدل ما يبقى هو كله جيل واحد في وقت واحد يتضرب كله مره واحده اصبح مفيش محصول.
فاحنا بنبدا نشتغل على الزهره اللي هي الجانبيه دي اول حاجه. احنا بنسيب اي تزهير جانبي. الكلام ده بيبدا في اول اتنين، بنتكلم مثلا على الصحراوي مثلا اسكندريه اخره مثلا 15/2، برفع ايدي من الشجره وما بشيلش منها تزهير. يعني فتره ازاله التزهير ديتي على الصحراوي بنتكلم مثلا من اول 2 لحد 15/2، منطقه اسمع ليا هنا بس حوالي 5 يعني 10/2 تقريبا اخرها. ده محلي في المانجا عموما ازاله التزهير سواء كان محلي او كان لا. احنا التزهير عندنا اول فبراير محدش بيجي اول فبراير يعني احنا بنقول اخره يعني ما مديش ايدي في الشجره بعد 10/2 هنا طريق اسمع ليا. لا خلاص يا سيدي اخر واحد بالنسبه لنا ده ما تقدرش ترفع ايدك مش هتشيل لان احنا عندنا الظهر بدري. احنا عندنا السكري بيبتدي بدري قوي اصلا السكري والكوبانيه. خلاص التزهير الحقيقي بقى من بدايه فبراير. التزهير الحقيقي في لغايه 7 شهور. تمام. يعني هي برضو من اول 2 لحد 15/2 ببدا اشيل فيها التزهير، وبعد كده انا برفع ايدي مش شغاله. مناطق اسماعيليه انا بشتغلها مثلا من اول 2 ل 10/2، بعد 10/2 لو في حتى ناس لو في شغل ما اشتغلوش لسه لا بطلع الناس منه ما يبداوش شغل. نسبه ال 15/2 السنه اللي فاتت شيلنا حتى 3 بتختلف وجابت نتائج كويسه. هي درجات حراره يعني في موسم معاك تلاقي نفسك ممكن تشيل تزهير المتاخر شغال معاك، فهي متعلقه بدرجه الحراره وقتها. يعني السنه اللي فاتت لحد اول 4 كانت الناس خايفه تخش تقص في القدري في الشجر اللي هم هيربوه ليجيب زهره ثانيه. لا اشتغلوا كمان 1/4 كنت بشتغلوا بيجي خضر ما فيش زهري. فهي درجه حراره يعني موسم تزهير عدد اسابيع فتره التزهير نفسها. فاحنا بنسيب حوالي التزهير الجانبي ده بيمثل حوالي من 5-10% على الشجره كلها. ده بنسيبه ايا كان طوله 2 سم 3 سم 10 سم انا بسيبه. تاني حاجه بسيبها التزهير اللي هو طوله تقريبا حوالي 2 سم اللي هو القمه الناميه اللي هو طالع في القمه الناميه ده بسيبه. يبقى اول جيل عندي ده بيمثل من 5-10% ده الجانبي. تاني جيل عندي هيطلع اللي هو التزهير الطرفي اللي هو طوله حوالي 2 سم. ايه هو الجيل الثالث؟ الجيل الثالث اللي هو التزهير اللي طالع في القمه الناميه واكتر من 2 سم ده انا بشيله وبيبدا يشتغل جانبي. يبدا طرح يشتغل جانبي طلع لي 3-4 زهرات. ده الجيل الاخير النهائي وده بيبقى حوالي 40% او مثلا 50% من اجمالي التزهير. كده انا عملت 3 اجيال من التزهير. وبدايه من ازاله التزهير في اول يوم ابدا اشيل فيه ببدا جدول الرش بتاعي اللي هو المكافحه بتاعتي اللي هو اذا كان 6 رشات 7 رشات 5 رشات على حسب موسم التزهير ما يقضي معايا. عمر الشبراخ الزهري الثاني بيبقى زهري هو التزهير الجانبي اكثر خصوبه من التزهير الطرفي يعني. خلاص الثاني يعني النهارده انت لما بتقصف في الشبراخ الزهري عمره بيبقى بنفس قوه الاولاني لو انت سبته لان الشبراخ الزهري طويل في عدد الازهار اكثر. لكن لما بتقصف الاولاني الثاني نفسه بيبقى عدد الازهار فيه اقل واصغر. احنا طبعا التزهير الاولاني ده يا جماعه لقينا ان هو يعني الاصابه الفطريه فيه في البياض بيبقى يعني الاولاني يعني هو حساس جدا للاصابه بالبياض يعني. وبصراحه من حيث خصوبه التزهير نفسه انا ما لاحظتش فيها فرق يعني. يعني لو حد يعرف الازهار المذكره والمؤنثه على من المؤنثه على الطراح والشمراك الزهري مش هيلاقي فيه فرق كبير قوي. بالعكس بل ان الطراح اللي انا بشيله من القمه الناميه اللي هو اكتر من 2 سم ده بيديني فرصه ان انا بدل ما عندي طراح واحد بس بيشتغل جانبي بيطلع اكتر من طراح. والتزهير الجانبي اعلى خصوبه فعلا من تزهير الطرفي. وده عملناها باعداد يعني جبنا نورات وعدينا التزهير وشفنا قد ايه مذكر وقد ايه خنثى فانا لا التزهير الجانبي فارق جدا يعني عنه. فدي ازاله التزهير او عمل اجيال من التزهير. طبعا ببدا اشتغل بقى جدول رش جهازي مع حاجات وقائيه بالاضافه طبعا لاضافه البورون اللي هو الكالسيوم بورون حامض ستريك طبعا عشان اظبط حموضه المحلول بتاعي اللي ارش بيه. فالفتره دي مهمه. دي بالنسبه لفتره التزهير. حاجه بس يعني في منتجات نازله مثلا من شركه مصر هولندا منزله منتج او مش هنتكلم باسم منتج معين يعني بس في شركات منزله منتجات بتقول ان هي بتعلي نسبه